صباح الخير، ازيكم يا حلوين؟ معكم مس أميرة من فيوتشر باينيرز. النهاردة هناخد حرف جديد زي ما بناخد في كل حرف، وبنتعلم فيه شكله وصوته وطريقة كتابته وكلماته. النهاردة عندنا حرف اسمه حرف اللام. عندنا حرف اسمه حرف اللام، صوته ل ل لام ل ل لام. شكله زي ما احنا شايفين، ده شكل حرف اللام. طيب حرف اللام ليه شكل تاني؟ ليه شكل تاني يا أصحابي؟ شكله هو منفصل وشكله هو متصل. يبقى حرف اللام عنده شكلين، شكله هو منفصل وشكله هو متصل. تعالوا نشوف أصدقاء حرف اللام. لام لعبة، لام لعبة. الألعاب اللي بنلعب بيها اسمها لعبة. لام ليمون، لام ليمون. الليمون مفيد جدا للجسم. لام ليمون، لام لبن، لام لبن. لازم كل يوم نشرب اللبن علشان نكون أقوياء. لام لسان، لام لسان. كلنا عندنا لسان. لام لحم، لام لحم. اللحم بروتين مهم جدا لجسمنا. لام لحم. تعالوا نشوف مع بعض الحركات القصيرة لما تيجي تلعب مع حرف اللام وتغير في صوته ازاي. عندنا اول صاحب هو الفتحة. الفتحة بتخليني افتح فمي عند النطق. لام فتحة لا، لام فتحة لا. تاني صاحب عندنا هو الضمة. لام ضمة لو. الضمة بتخليني اضم بقي عند النطق. لام ضمة لو، لام ضمة لو. ثالث صاحب عندنا وهو الكسرة. الكسرة بتخليني أغير في صوت الحرف وفي نطق الحرف. لام كسرة لي، لام كسرة لي. آخر صاحب عندنا وهو السكون. السكون هادي مش بيحب يغير في صوت الحرف. لام سكون لا، لام سكون لا. تاني لا لو لي لا. تعالوا نشوف مع بعض اول كلمة عندنا واول صاحب عندنا الفتحة. لام فتحة لا ليمون، لام فتحة لا ليمون. تاني صاحب عندنا وهو الضمة. لام ضمة لو لعبة، لام ضمة لو لعبة. تعالوا نشوف عندنا الكسرة. لام لي، لام تحتيها كسرة هيبقى صوتها لي، لام تحتيها كسرة هيبقى صوتها لي. زي كلمة لسان، لي لسان، لي لسان. تعالوا نشوف اتجاه حرف اللام. حرف اللام هكتبه ازاي؟ عصاية واقفة على السطر، هتنزل تحت السطر وتطلع تاني. تاني عصاية واقفة تحت السطر، هتنزل تحت السطر وتطلع تاني. وبكده نكون اتعلمنا كتابة حرف اللام. تعالوا نراجع، خدنا ايه النهاردة؟ خدنا حرف اللام، صوته ل ل لام، ل ل لام. تعالوا ننطق الكلمات بالحركات القصيرة زي ما اتعلمنا. لام لا لبن، لام لا لبن. فتحت بقي يبقى عليها فتحة. لا لبن، لا ليمون، لا ليمون. لي لسان، لي لسان. بقول لي علشان تحتيها كسرة. لي لسان. لو لعبة، لو لعبة. عليها ايه؟ عليها ضمة. لو لعبة. لام لحم. بقول لا لا، فتحت بقي يبقى عليها فتحة. لا لحم. وبكده نكون خلصنا مع بعض حرف اللام. ان شاء الله اشوفكم في حرف جديد وفيديو جديد. الى اللقاء.